يا صباح الخير، خلينا نبدأ أول شي بشرب المي. المي ضرورية لإحماء المفاصل والارتواء. رح نبدأ بهذه الوضعية، وأول شي بدنا نعمل هو تحريك الرأس إلى الخلف مع الشهيق ولقدام مع الزفير. شهيق للخلف، زفير للأمام. بنكمل على هذا المنوال. وهلأ بدنا نحرك الرأس من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين مع الشهيق والزفير. خلوا الرأس يكون جالس والتحريك عم بيكون من ميلة لميلة. هلأ بدنا نحرك وكأنه نحن عم نجيب دينتنا على الكتف. نحن بنخلي دينتنا تلمس الكتف، طبعا بنعومة، ما نكون عم نعمل أي حركة بخشونة، تمام. وهالمرة بدنا نعمل حركة دائرية للرأس، وكمان نبدأ من تحت، شهيق للخلف، زفير للأمام، شهيق للخلف، زفير للأمام. نعمل كل جهة 3 مرات ومنحرك جسمنا شوي. هالمرة منبلش بالأكتاف ومنعمل روتيشن للأكتاف من الخلف للأمام. خلوا الحركة تكون مساعدة النفس أو النفس يكون مساعد الحركة. فإذا مثلا شهيق زفير، شهيق زفير. خلوا عندكم الحركة تكون متوازنة، يعني 5 مرات للأمام 5 مرات للخلف. اوكي، هلا الكفوف للامام رح منحرك الكواع او الالبوز. هيدي الحركه بتعملنا ستريتشينج، رح نعملها حوالي 5 6 مرات. وخلينا نجمع الايدين مع بعض بهالشكل ونعمل حركه روتيشن للاكتاف. هيدي الحركه كونوا منتبهين بهي الحركه، ما تشدوا كثير على الاكتاف، احترموا جسمكم وقديش قادر على stretching. اوكي، ما تضغطوا حالكم بالتحديد مع الاكتاف. خلوا الحركة تكون ناعمة ونسقوا النفس مع الموفمنت. من بعد ما نخلص هالحركة رح ننتقل للرسغ او الايدين. رح نحرك بهذه الطريقة من الخلف، من داخل للخارج، من الخارج للداخل. بنحرك كفوف الايدي بهالطريقه لنحرك شويه دم بالمفاصل اليد. كمان هون في عنا هيدي الحركه نتبعها مثل ما ظاهر بالفيديو. وهلا رح نعمل حركه بالرسغ وكامل الايدي. هيدي مفترض تحرك جميع الاعصاب الموجودة بالأيدي والكتاف. أوكي، خلوا الحركة تكون مثل ما بالفيديو. نسحب الإيدين لفوق وبحركة دائرية نرجع اليدين عند الأكتاف. ننزل اليدين لتحت، حركة دائرية هالمرة بالعكس لعند الأكتاف. تمام، نوضع كفوف الأيدي بهالطريقة على الصدر، ورح نحرك الظهر، المنطقة العلوية والمنطقة الوسطى. خلوا الحركة تكون من الظهر من فوق ومش من الوسط أو مش من الخصر. تمام، هلأ بدنا ننتقل لمنطقة الخصر. الإيدين على الخصر، الإجرين مفتوحين شوي، وبناخد الخصر من ميلة لميلة. راح نعملها بطريقة متوازنة، كمان ما نضغط على الجسم وبالعكس. Keep it going. أنا على طول بحب أعمل هالإكسرسايز، بيعطيني شعور هيك بالراحة بمنطقة الخصر. هالمرة بننزل شوي على الركب ونعمل تمرين للركبة اللي هو تمرين دائري مثل ما شايفين بالفيديو. من الخارج للداخل الحركة رح بتكون، وهلأ منغير الحركة بالنكست موفمنت، من الداخل للخارج
اعملوا التمارين وانتم مستمتعين، تمارين جدا سيف وسهلين على الجسم. رح منحرك شوي منطقة الركبة، هالمرة للأمام وللخلف. استعينوا بحائط أو شي جنبكن إذا مش قادرين تحملوا الإجر هيك، أو ضعوا الإجر على الأرض مثل ما مبين بالفيديو. رح منحرك الكاحل كمان بهاي الطريقة، ومن الأمام للخلف، ومننتقل بنفس السيستم للرجل الثاني. راح منحرك الركبة للأمام للخلف ومنطقة الكاحل كمان بحركة دائرية أو نص دائرية من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل، أمام للخلف، وهيك منكون فعليا حركنا الجسم من فوق لتحت. بهالحركة رح نعمل ستريتشنج للجسم بشكل عام. خلي الايدين موصولين ببعض، خلينا ناخذ نفس زفير عند ستريتش، شهيق زفير عند ستريتش، شهيق زفير. هاي الحركة جدا مهمة لستريتشنج لكل العضلات الكبيرة بالظهر. هالمرة رح نعمل نفس الحركة ولكن من فوق إلى تحت. So رح نعمل stretching لفوق، شهيق زفير لتحت، كمان شهيق من فوق وزفير، ونحن عم ننزل لتحت. خلوا الركبة متنية بكل الأوقات، هاي الحركة بتحمي الظهر. كمان شهيق، تخيلوا انتو عم تاخدوا طاقة من الارض للسماء ومن السماء عم ننزل طاقة للارض. تمام، هلأ الحركة الجاية هي نفس على نفس الريتم ولكن من نعملها بطريقة جانبية. شهيق زفير، شهيق زفير، برافو، شهيق زفير. تمام، من هيدي الحركة رح نجمع الأصابع مع بعض، وخلينا نتميل أو نميل جسمنا إلى الجوانب. خلي الجسم يكون طويل، ما نجرب نحني الجسم، خلينا نحس بالطول بالجسم ونحن عم نحني من جانب إلى جانب آخر. هاي الحركة جدا مهمة وبتعطي ستريتش كتير حلو للجوانب. من هاي الوضعية منكون انتهينا من الأحماءات، فهلأ بناخد وضعية الجبل، نرجع الأكتاف لورا والكفوف بيكونوا موجهين للأمام ومنوقف مستقيمين. وهلأ مننتقل لوضعية الجلوس. خلينا نكون جالسين مرتاحين، إجر اليمين أو إجر الشمال أمام الأخرى ما بيأثر، خليكم تكونوا مرتاحين. تمام، راح ناخد الايد الشمال مثل ما موضح على الشاشة، اصبع السبابة والابهام نجمعهم مع بعض، بنوضع الايد بهاي الطريقة على الركبة الشمال. ايد اليمين راح نستعمل اول اربع اصابع، الاصبع السبابة واللي جنبه بيكونوا على الجبهة، والابهام والاصبع الرابع راح بيتحركوا بهاي الطريقة. نسكر مالت اليمين وبناخد نفس من شمال، نسكر مالت الشمال ونطلع نفس من اليمين، كمان ناخد نفس من نفس الميلة، منسكر ميلة اليمين منطلع نفس من ميلة الشمال. تمام، رح منستمر على هذا المنوال لمدة 4 أو 5 دقائق. عملوا ما يقارب 11-12 جولة أو سايكل ما بين اليمين والشمال. على طول تذكروا أنه تطلعوا النفس من الجهة المقابلة، منسكر المنخار من الجهة المقابلة ومنطلع النفس، الشهيق من نفس الميلة، فإذا شهيق من نفس الميلة على طول الزفير من الميلة المقابلة. عملوا هيدا الشيء واستمروا لمدة دقائق، وعندما تشعروا انه جسمكم بلش يفوت بحالة تأمل اجلسوا بهاي الوضعية، وهيك فيكم تحضروا فيديو التأمل، ويعطيكم ألف ألف عافية.